يوصلوا لأحد الفارط باش يعاود يدخلوا المناوبات الليلية، في بشرط أن تكون هناك حوار جدي على أرض الواقع. لكن ما تلقينا حتى خبر أو استدعاء رسمي من طرف الوصاية. نقعدوا موقفين المناوبات والإضراب متواصل إلى حين أنه هناك يكون مخرج أو باب حوار أو جلسة عمل لتكون هناك فيها جدية في النقاط المضربين عليها.